ملي كنت حبس معاه وكان كيتعامل معايا فحال شي كلب حاشا. انا بنت المحمديه وفمري 22 عام وخصوصا من خويا ملي كانت عمري 10 سنين. كيجي كيقول لي اجي نلعبو وحنا راه كنلعبو دابا وانا ما عارفاش داكشي شنو كيبدا هكا. كنشوف راسي ما مرتاحاش وداكشي كنقول او شنو هادشي. قبل 2017 شي 4 سنين ولا 3 سنين جلست انا وماما قلت لها ماما هاشنو وقع كلشي بالتفاصيل ما تسوقتنيش. قلت لي عادي تشي داكشي يسير بيدي من عرف بلي كما تسوقات هو قد ما جار كيمارس معايا في الدار في البحر بزاف البلايص كلشي كيمارس كيعطيني العصا داري كله مشرب داز ليا حاره صراحه كنت غادي نموت. وملي كنت حبست معاه وكان كيتعامل معايا فحال شي كلب حاشا بحال كنت مصاحبه معاه كنت كنعطيه وحبست عليه داكشي ولا كيتعامل معايا بحال شي بنت زنقه. سميتي فمو اش كيذكرها مشيت حبيت من ديك لارو كان حاضن خويا شدني من يدي وما عرفتش شنو بغا يجرني جوندا دفعوني انا لا حولي وكنا سيرو تقودو. بابا جاتنا قلت ليه شوف بابا شنو وقع راه ولدك راه مكرفس عليا. بابا تخلع قال لي علاش ما قلتيش ليا هادشي في الاول. هو مساندني وفي نفس الوقت ما مساندنيش. في الاول كان كيقول لي غنمشيو لديك لارو غندير والغد ليه كيقول لي لا صافي خلي وكلي امرك لله ما عندك ما دير. كنشوف راسي انا ضايقه وهو كيعيش حياته هو غيتزوج وغيولد ولادو. إيوا أنا